مش عارف انتم ملاحظين الاسعار بتاعت الصرف ولا لا؟ انتوا خدتوا بالكم انه الجنيه المصري عمليا بقاله حوالي 5 ايام تقريبا، لا تعالى يا عم هو من يوم الخميس بصراحه، يعني سعر صرف الخميس وبعدين الحد والاثنين والنهارده الثلاث، ادي اليوم الرابع. احنا بنتكلم تقريبا في انه الدولار منخفض تقريبا 90 قرش عن قبل 5 ايام اللي فاتوا، واعتقد ده جيد ولا ايه؟ ولا حد شايف ان ده مش جيد؟ في النهايه البنك المركزي واخد قرار تحرير سعر الصرف وسايبها لاليات السوق، صح؟ صح. الحاجه اللي في المواني كل الباكلوج خرج خرج، اللي عنده طلبات بيقدمها للبنوك وبياخد الدولارات اللي عايزها بياخد الدولارات اللي عايزها، اصبح في سوق سودا. الحمد لله دوسنا على السوق السودا، جبناها الارض، شكرا، ما بقتش موجوده. طيب هل ده بس لحد كده؟ لا، واضح انه خلال الايام الماضيه حصل انخفاض في سعر العمله الامريكيه امام العمله المصريه، وده ايضا جيد، وكنت بكلم معاكم قبل كده على مساله مؤشرات جيده. تخيل بقى لو فعلنا اتفاقات على التبادل التجاري بالعملات المحليه ما بيننا وما بين شركائنا التجاريين ودولنا والدول الصديقه وما الى ذلك. وزاره الصناعه تحديدا، خد بالك انا مش بكلمك على كل حاجه، وزاره الصناعه بالتحديد، وزاره الصناعه بتدرس، وانا اشجع وزاره الصناعه كده على كده جدا، يعني المهندس احمد سمير الحقيقه دوس، يعني الدراسة ده شيء جيد، وأنا مع الدراسة ومع التخطيط المحكم جدا. فأتمنى أن الدراسات بتاعتنا في وزارة الصناعة تفضي إلى أن احنا فعلا نقدر نشتغل على التبادل التجاري بالعملة المحلية ما بيننا وما بين المملكة العربية السعودية، ما بيننا وما بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ما بيننا وما بين جمهورية الصين الشعبية. أظن ده هيفرق كتير كمان في سعر العملة بتاعتنا أمام سلة العملات الأجنبية، يورو كان أو دولار أو دولار كندي أو دولار استرالي إلى أو الفرنك السويسري إلى آخره. هيفرق في السعر، أظن هيبقى مؤشر جيد، أظن كمان هيخفف كتير من أسعار كل تلك السلع اللي هتبقى داخلة في نطاق هذا التبادل التجاري. معايا على التليفون الدكتور السيد خضر، وهو طبعا الخبير الاقتصادي المعروف. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير على حضرتك استاذ يوسف وكل السادة المشاهدين. مساء الفل، ازي حضرتك؟ مساله دراسه وزاره الصناعه لانه التبادل التجاري ما بين مصر من جهه والسعوديه والامارات والصين من جهه اخرى يتم بالعملات المحليه. اولا ايه هي محدداته حتى نصل الى هذه النقطه؟ ثم هتبقى ايه ثمار هذه النقطه فيما بعد؟ بالتأكيد طبعا الاتجاه إلى استخدام عملة محلية لحركة التجارة الدولية هتكون آلية مهمة جدا في عملية تعزيز الاستقلالية المالية خلال المرحلة المقبلة. احنا شفنا الفترة الأخيرة مدى توغل وتوحش الدولار على مستوى العالم، وده طبعا أثر بشكل كبير جدا على أداء الاقتصاديات بشكل كبير في ارتفاع العشوائي لسعر صرف الدولار. لكن مع استخدام عملة محلية، خاصة أن الدولة المصرية لديها علاقات قوية مع الجانب الصيني والسعودي والإماراتي، وخاصة أن الصين هي أحد أهم مصدري المواد الخام في العالم، ففكرة أن احنا نستخدم عملة محلية ده هتعزز حركة التجارة البينية بين مصر وبين تلك الدول، كمان هتؤدي إلى فكرة تقليل تكاليف الصفقات التجارية، وده جزء مهم جدا هيساهم في تحقيق مستوى التوازن في الاسعار على المستوى الداخلي، وده احنا بالفعل اللي احنا محتاجينه الفتره القادمه، هو انخفاض الاسعار وانخفاض تكاليف مستلزمات الانتاج اللي هتساهم بشكل كبير جدا في دعم المنتج المحلي اللي احنا اصلا مصر بتساهم بشكل فعال في توطين الصناعه المصريه. اعتقد احنا يعني المرحله المقبله مع تفعيل تلك الأدوات المهمة جدا من الأدوات المالية، ده هيساهم بشكل كبير جدا في الحفاظ على الصناعة المصرية في تخفيض معدل التضخم، وده اللي احنا بنسعى إليه الفترة المقبلة. أعتقد هيكون في فوائد اقتصادية عديدة، هو الانفتاح الاقتصادي في عملية التبادل التجاري بين مصر وبين الدول، وبالتالي هيعزز حركة التجارة، وده هيساهم بشكل كبير جدا في خلق تنافسية كبيرة وتعزيز فرص الأعمال بين مصر وبين الدول، وهيساهم أيضا في جذب مزيد من الاستثمارات
خلال المرحلة المقبلة. بس أعتقد دكتور سيد ده كمان مرهون بأنه التبادل التجاري اللي ما بيننا وما بين يعني الدول الشريكة زي الصين والسعودية والإمارات لازم يبقى بقدر الاستطاعة خارج نطاق السلع الاستهلاكية، يعني علشان في النهاية خالص ما تحولش إلى سوق غارقة بالبضائع الصينية على سبيل المثال، أو حتى العكس صحيح، يعني أكيد مش أنا اللي هغرق الصين، بس في نفس الوقت أنا مش عاوز إن أنا ده يسمح بإنه يبقى أنا في عندي إغراق ب قلت مواد خام، مكونات إنتاج وما إلى ذلك، وفي حدود كمان، لأنه أنا عايز أرفع حجم المكون المحلي بتاعي في صناعتي. بالتأكيد طبعا كلام حضرتك مظبوط، ان احنا مش محتاجين كمان فكرة ان احنا ادخال يعني سلع رديئة من الصين، لان احنا يمكن الفترة الاخيرة هناك استيراد سلع رديئة. لا، الدولة المصرية بدأ يكون هناك رقابة على عملية الاستيراد في استيراد سلع ذات مواصفات جيدة، لكن اعتقد ان احنا مع دعم الصناعة والاتجاه الى التصنيع وزيادة القدرة الانتاجية هتكون نسبة كبيرة جدا من الاستيراد من الجانب الصيني في يعني المستلزمات الانتاج اللي هتفيد في دعم الصناعه المصريه وخلق منتج مصري يستطيع ان ينافس كافه المستويات في العالم. هو ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه علشان نبدا نتحول من دوله مستورده بشكل كبير للمنتج التام الى دوله لديها قدره تصديريه، ونسعى الى زياده الحجم الصادرات الى اكثر من 140 مليار دولار. وهذا اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه، يعني انا بشوف ان احنا لا بديل عن زياده القدره الانتاجيه في مستوى القطاعات الاقتصاديه المختلفه، ده هو اللي هيعزز النمو الاقتصادي المستدام وهيوفر فرص عمل بشكل كبير وهيساهم ايضا في تدفق العملات الصعبه. طيب مهم جدا الناس تبقى فاهمه انه مساله هذا النوع من التبادل التجاري هو مش معناه ان التبادل التجاري رايح جاي بالجنيه المصري، هو هيبقى رايح جاي بالجنيه والريال في حاله السعوديه، بالجنيه والدرهم في حاله الامارات، بالجنيه واليوان في حاله الصين. وعليه انا هنا اسال على قدرتي على ان انا يبقى في عندي روافد من العملات الثلاثه. بالتاكيد طبعا، يعني احنا لدينا الاحتياط النقدي بيزداد، وده لدينا تنوع في العملات المختلفه سواء اليوان الصيني او الريال السعودي او الدرهم الاماراتي، وده هيساهم في عمليه زياده الاعتمادات، يعني البنوك هتوفر العملات الاخرى، كذلك السعوديه هتوفر الجنيه، وده هيعزز العمله المحليه بشكل كبير. وده اللي احنا محتاجينه الفتره القادمه هو الاتجاه لاستخدام عملات مختلفه، واعتقد لن تقتصر على السعوديه والامارات والصين، ولكن سيكون هناك مزيد من الدول، وده طبعا بفضل توطيد العلاقات مع دول العالم. مصر بتسعى الى زياده افاق الاستثمار، يعني الفتره المقبله ستشهد ايضا مع الجانب التركي هيكون هناك استخدام الليره التركيه في حركه التعامل الدولي، كمان الجانب الروسي، وبالفعل احنا استخدمنا الروبل الروسي في حركه التبادل التجاري بين مصر وروسيا. كل تلك العملات هتساهم بشكل كبير جدا في تغيير خريطه المعاملات الماليه، وده اللي احنا محتاجينه الفتره القادمه هو تخفيض الضغط على العمله الدولاريه والحفاظ على استقرار سعر الصرف على المستوى الداخلي. باذن الله، بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي.